خويا احنا نزحنا من شارع الببسي منطقة الشفاء، جينا هنا لا ماي ولا كهرب وقطرة ماي ما يلتقى هنا، ولا لا تجينا منظمة ولا يجينا أحد ولا تجينا مساعدات ولا شفنا أي شيء. وإحنا عفنا بيوتنا وعفنا سياراتنا وعفنا محلاتنا، وهسه حال الحاضر مصدر ما عندنا، وراتب الرعاية الاجتماعية ترى لنا سنتين ونص ما مستلمينه. والله هذول شوفوا عينكم دحوا عليهم، شوفوا بين هاي عندها أربع أيتام والأخرى عندها أربع أيتام وواحدة الأخرى عندها طفل. كم نفر تعيش انت؟ هذه عندها أربعة، وأنا عيلتي 15 نفس، وماكو معين بس رب العالمين. زين شلون قاعد تدور بالبيت محروم؟ والله أنا جيت هنا دورت على بيت ما لقيت، وجماعة الحشد الشعبي هنا قالوا هذا بيت فارغ تعال اقعد بيه، والبيت محروق. سبع دنابر طلعنا منه أنقاض، وجينا قعدنا بيه وهشوفت عنكم، والبيت مشعول من جوا بس هاي الغرفة والمطبخ ينسكنن، الباقي ما ينسكن. شو الطالب؟ والله اطالب احنا على اساس بالرفاهيه، بالرفاهيه نطالب بشويه يمرونا ولو يساعدونا مساعده، يجيبونا اكل يجيبونا شرب، الا الماي والكهرب، هذا الماي والكهرب هذا صار معتاد على كل الشعب، لكن احنا هنا والله حالتنا يرثى لها. يعني هسه قبل لحظات جيرانكم قال حتى ما متريقين. والله العظيم ومالك يمين هذول فلا متريقين وهيانهم اسالهم. الله على ما اقول شهيد. عجل انتم يا مسؤولين عليش. أنا رحت هناك على ذاك الجانب نزحت، مريت على أستاذ حسن العلاف ردت تعيين، بس أي تعيين بس عايش جهالي بي، والله الرجال يعني ما خلى قصور وشال 50,000 ونطاني الله وكيل، جيت بيهن تسوقت بيهن وقعدت حتى والله بالعيد ما اشترينا كل شيء جان. أريد هذا شو الطالبين يعني ستة؟ الطالب هذا أريد الراتب انطلق من شن راتبنا. حتى شلون قاعد بينا بالبيت محروف؟ ها قاعدين شو اسوي؟ امل ماكو شو اسوي؟ زين ما قدرتوا تعمروه وتسوي لكم فرع؟ وين الماء عنده منين؟ منين نجيب؟ بالعيد ما اشتريت لا هدوم ولا ما اشتريت كل شيء ولا عندي، وابويا ما عنده كان اخذت منه بس هو ما عنده، اريد اشتري هدوم، اريد اعيد مثل البنات، ما اشتريت من هذاك العيد الى حد الان انا ما اشتريت. وعيدت بهذني. شو اسمك انت؟ انا اسمي نور. المدرسه نور؟ اي صف رابع. راح تروحين على المدرسه ان شاء الله؟ ان شاء الله. وين رحتي بالعيد؟ ما رحت على كل احد. ليش؟ لا عندنا ملابس كان احنا عايدنا. يعني ما طلعتي برا مرمى عندك؟ ايه.